ناخد أم مريم. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي أم مريم. ألو، أيوة معاكي. أنا سامعاكي، أهلا بيكي. إزيك يا مدام ريهام، عاملة الحمد إيه؟ لله كله تمام. تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. وتحيا مصر، تحيا تحيا مصر، مصر، تحيا مصر. تحيا أنا مصر. بتشجع منك. ربنا وعلى يخليك. فكرة والله العظيم أنا معايا 3 بنات، معايا ريهام ساعات في البيت ومصورة، ومعايا ضيفة. ما الضيفة نايمة يبقى أنا مكان الضيفة. لا والله. والله العظيم 3 بنات، ومعايا مريم عندها 7 سنين وعاوزة تيجي معاكي. اه. أوكي؟ وبيقعدوا يعملوا البرنامج يعني ولا إيه؟ آه، تقول لها أنا مدام ريهام، أنا ريهام، أنت مين؟ انت عملتي ليه كده بجوزك؟ انت عملتي، لا والله. مش عايزه اقول لك، هو واحده ماسكه التليفون بتصور، مش عايزه اقول لك، معايا برنامج في البيت. طب ما تبعتي لنا فيديو ليها على الصفحه، او ياخدوا نمرتك دلوقتي يجوا يصوروا معاكي، نشوف مدام ريام سعيد الصغيره دي. اوكي والله ماشي. وعايزه اقول لك الضيفه والمصور بتاعك اسمه ايه؟ راضي. راضي. يا راضي تعالى كده، انت شايف انك يا راضي والشقه كلها بتتصور. لا والله. خلاص غادة خدي نمرة التليفون، وقريب جدا يبقى معانا مدام ريام سعيد الصغيرة، يمكن تبقى أحسن من الكبيرة. طيب تعالوا.